محرج موقف محرج؟ ايه كله كثير بس 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 هذا طول العمر انا كنت صغير سلم نسيبي ولد عمي كان عنده مرسيدس احدى الشركات طيب كان نايم انا صغير وقتها في الابتدائي احد الخصميات خذيت سيارته عرفت هو نايم ما يدري خذيت السيارة ورحت البقالة قام الرجال ما لقى السيارة يسوي انتفاضة ويكلم الجيران ويكلم العالم يدورون على السيارة بغى يبلغ الشرطة يوم قدني راجع من البقالة هل العالم اللي على رجوله اللي على السيارة هذا الموقف اللي صدق وقتها تمنيت ان الارض بالعثلة انت سارق السيارة سارقها ها؟ سارقها لا اله الا الله حسب انه رجع نومه ثقيل قلت بروح برجع ما بعد الصحة لكن طلع